الدراما او الافلام هي جزء من تكويننا النفسي، بتعتبر يعني من الاشياء اللي بتظل كامنه كده في دماغنا. يعني انت حضرتك لو اتفرجت على فيلم او تابعت مسلسل هتلاقي نفسك بتتفرج عليه في اوقات غير اللي بتشوفه فيها على شاشه التلفزيون او الموبايل، بيبقى دايما في ذهنك حاضر ابطالهم، كتابه المسلسل، السرد الدرامي او التاريخي، هتلاقي دايما حاضر في دماغك ومستمر ومتابع هذه الاحداث، وبتتمنى ان انت تحط بطل في موقف معين، انك تغير مشهد لصالح حد معين، انك تشكل الموضوع على حسب هواك وعلى حسب مزاجك. بالتاكيد كلنا مرينا بالمرحله دي، كلنا كان عندنا الشكل ده من اشكال التفكير. احاول اغير الدراما ازاي لصالحي، او احاول اخلي النهايه ازاي مختلفه لصالحي. بالتاكيد كلنا ايضا شفنا ده في افلام ومسلسلات كتير. سؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك ربما مرتبط بهذا الامر وهيحقق كل رغبات حضراتكم. ايه هو الفيلم او المسلسل اللي تمنيتوا ان هو يكون ليه اجزاء اخرى؟ يعني فيلم او مسلسل يا منى انت شفتيه حسيت ان هو ممكن الشكل ده او النهايه دي لا ممكن اغيرها، وممكن انا اعمل نهايه تانيه بخيالي واسرح بخيالي ده واكتب مشاهد تانيه تكمل المشهد الاولاني. انا هاخدها من وجهه نظر تانيه، انا ما كنتش نفسي اغير النهايات او نفسي اشوف احداث بشكل مختلف. انا ساعات وانا صغيره بالذات كنت بتوحد مع المسلسل او الفيلم قوي اللي انا بشوفه. ده كلنا مش لوحدك بجد؟ طب كويس والله. فانا الاول بدايه قريت في بيتنا رجل، وبعدين اتفرجت على الفيلم، وبعدين رجعت قريت الروايه تاني لان انا انبسطت في الروايه اكتر من الفيلم. في ناس كتير بتعمل كده. يعني كنت بحب اقرأ وانا كنت صغيره جدا يعني في ابتدائي. بعدها عديت مرحله في بيتنا رجل اللي هو كان بالنسبه لي القصه الاكثر يعني اعجابا بيها، وبعدين اتفرجت على ذئاب الجبل. حلو. كان نفسي يبقى له جزء تاني لان كان عالم الصعيد ده بالنسبه لي عالم مختلف وجديد، واللهجه انا مش عارفاها، وانا ما كانش عندي اي. بيقولوا عليه انجح مسلسل صعيد ذئاب الجبل او تناول مش عارفه بقى اصل في بعدها الضوء الشارد. ايوه الضوء الشارد ورفيع بيه ده حلم البنات. أيوه. في الوقت ده الناس كتير قوي من البنات بتبقى يعني بطل احلامهم او فتى احلامهم. في كتير بقى من البنات اللي بتبقى عايزه العينين الملونه والشعر الاصفر لا خالص، انا بالنسبه لي كانت فكره الرجل العادل، الرجل الحقاني. كنت مستغربه قوي ليه مش عارف يطلع مشاعره وليه مش عارف يظهر مشاعره، وخلاني افكر انه فعلا في ناس ممكن تكون عندها جدا قد ايه عندها تحمل مسؤوليه، قد ايه عندها طيبه من جواها، بس مش هقول تظهر غير ما تبطن، لكن مش عارفه تبين مشاعرها. فده اداني بعد تاني بقى بعد كده في التعامل مع الناس، ان في ناس كتير جدا ممكن تكون مش عارفه بس تبين مش عارفه. فالبدري بابو الدار، بعدها رفيع بيه، دي كانت الاشخاص او الاشكال اللي انا كنت متخيله ان هي دي شكل الفتى الاحلام بالنسبه لي. حلو حلو حلو. انت؟ انا بقى والله انا يعني هستلهم اجابتي من رمضان اللي فات ولسه انت جاي على الجديد على طول. انا برجع بالذكريات. لا انا لسه المسلسلات عايشه في دماغي. عايز اقول لك تحت الوصايا من الحاجات اللي اثرت جدا. خطير فظيعه. قتلني. انا اخر مشهد بتاع منى زكي وهي في بتترحل في عربيه الترحيلات وابنها بيشد ايديها، المشهد ده انا تقريبا بكيت فيه. المشهد ده رهيب طبعا. قتلني يعني طبعا. فاتمنى ان يبقى ليه جزء تاني، ان منى زكي يعني الحلقات الاولى من المسلسل تظهر المعاناه اللي لقيتها في السجن، وتظهر الجلد والصبر اللي هيظهر على ابنها وازاي هيبقى راجل، وبعد كده تخرج وتبقى ايه في العدل، وممكن تبقى نائبه في البرلمان وتغير هذا القانون بنفسها. كنت لسه هقول لك انت خد بالك الحوار الوطني شغال على الحوار الوطني شغال على قصه الوصايا فعلا كتير حاصله في الوصايا. يو نيفر نو اللي ممكن يحصل على ما يتعمل جزء تاني، يكون تم سن قوانين بشكل مختلف ترجع الحقوق للناس وتخلي الناس بشكل مختلف ونشوفه فعلا. بالظبط. ومسلسل تاني. ايه؟ بس ما تزعليش مني. مش حذر يا مصطفى، قول اللي انت عايزه. جعفر العمدة. مختلف. انا حبيت جعفر العمدة جدا، وحسيت ان هو البطل الشعبي المصري الايقونه الجدع اللي هو
يعني رمز العدل في الاحياء الشعبيه، او اللي هو برضو زي ما انت اتحكيتي كده. وشفت الشخص ده كتير، انا شفته كتير، فتعاطفت معاه جدا. واللي يبدو قوي جدا من الخارج ده يبدو هش جدا من الداخل. على فكره هي نفس الفكره، بس انا بتكلم على القديم وانت بتتكلم على الجديد. اللي هو يبدو قوي جدا في منطقته وفي حتته، اقوى واحد، هو من جوه بيعيط لما بيقفل باب عليه. الشخص ده انا تعاطفت معاه بشكل كبير. ما تعرفيش، ممكن بقى أعدائه اللي هو منذر ريحانة وأخوه يطلعوا بقى من السجن. ما أنا مش عارفة أتجاوب، أنا ما اتفرجتش لسه على المسلسل، لأن أنا رمضان بالنسبة لي ما بيبقاش مسلسلات كتير، بطل دايما مسلسل واحد وتجوز أربعة تاني ويجيب سبورة تانية. في شغلانة، في دراما تانية خلاص فاتت كتير بصراحة. هتفرج ونتكلم فيه. فاتت كتير يعني، لازم تتفرجي عليه. لا والله هتفرج عليه، وعد. رجال، ايه هو الفيلم او المسلسل اللي اتمنيت ان يكون ليه اجزاء تانية؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا وصل.